رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا كلها، وافتح لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أسألك اللهم علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا به العمل مع الإخلاص لوجهك يا رب العالمين. أيها الأحباب الكرام، كنا ذكرنا في درسنا الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3 سنوات من الدعوة السرية انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الدعوة الجهرية، وهذا بناء على أمر الله سبحانه وتعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فجمع الناس ودعاهم صلى الله عليه وسلم في الحادثة المشهورة التي قال صلى الله عليه وسلم لما صعد الصفا، ودعا الناس من هنا ومن هنا ويقول: يا بني فلان يا بني فلان. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال لهم: ما تقولون لو أني قلت لكم أن جيشا وراء الجبل وراء في الوادي يريد أن يغزوكم؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. فحين ذلك قال لهم: إني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد. نعم، الناس تفرقوا وهم يتعجبون من هذا الكلام. ما أحد رد على النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو لهب، فإنه قال: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فنزل قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. ثم بدأ صلى الله عليه وسلم يدعو، وأسلم هؤلاء النفر الأوائل، أسلموا وجلس، ويعني بدأ الاجتماع بهم صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. الأرقم ابن أبي الأرقم كان شابا، يعني في 17 أو 18 من عمره، وكان له بيت وراء الصفا، فكانوا يجتمعون عنده ويعلمهم صلى الله عليه وسلم الإسلام، ويحفظهم ما نزل عليه من القرآن. ولكن بدأت قريش تتظاهر بأنها تتأذى من هذه الدعوة، وتقول يعني إن محمدا صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله، إن محمدا صلى الله عليه وسلم يعني ينال منهم ويسفه أحلامهم ويعيب آلهتهم ويعيب دينهم ودين آبائهم، فلذلك بدأوا يعني يضيقون عليه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مستمر بدعوته. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان محميا بأبي طالب، فلم تتجرأ قريش على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد وفاة أبي طالب. فجاءوا إلى أبي طالب وقالوا له هذا الكلام: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا. أحلامنا أي عقولنا، سفه أحلامنا. قال: وين عقولكم أنتم تعبدون هذه الأصنام التي لا تضر ولا تنفع؟ وضلل آباءنا. قال: إنه آباءنا وأجدادنا الذين عبدوا هذه الأصنام كانوا على الضلال. وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه. ولكن أبا طالب قال نعم، ثم ترك الأمر. ف
فلما رأوا أن أبا طالب لم يكلم ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم جاءوا إليه مرة ثانية ولكن بلغة أشد. فهنا أرسل أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما ذكرنا في الأسبوع الماضي: يا ابن أخي ارفق بنفسي وارفق بنفسك، فإني لا أستطيع أن أجابها كل قريش. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم فهم أن أبا طالب يريد أن يتخلى عنه أو يريد منه أن ينقف هذه الدعوة، فحين ذلك قال المقالة المشهورة التي سطرتها كتب السيرة، قال: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم استعبر أي لم يتمالك دمعته، فاضت دمعته صلى الله عليه وسلم، ثم قام وأراد الانصراف. فلما مشى خطوات قال له أبو طالب: يا ابن أخي تعال. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أبو طالب: يا ابن أخي قل ما شئت واعمل ما شئت وادعو إلى الله سبحانه وتعالى كيف شئت، والله لن أتخلى عنك أبدا. هذه المقام الأول. ثم مضى على ذلك فترة من الزمن، ولكن يعني قريش رأت أن هذا الأمر يعني ما استفادت من الكلام مع أبي طالب، فجاءت بشيء جديد، جاءت مرة ثانية واجتمعوا ما يقارب من 13 رجلا ومعهم عمارة ابن الوليد. عمارة ابن الوليد هو أخوه لخالد ابن الوليد، وكان يقال عنه أنهد فتى في قريش، أنهد فتى يعني كان ذو جمال وذو جسم قوي. الناهد من النساء هي التي ظهر صدرها وثدييها، وأنهد فتى أي قويا قد ظهرت عضلاته وجسمه القوي. وجمع لذلك يعني هو ابن الوليد ابن المغيرة، هذا يعني من زعماء قريش، وجمع صورة جميلة، فهذا فتى. فجاءوا إلى أبي طالب وقالوا: يا أبا طالب نظنك أن هذه المرة لن يعني تخرج خارج رأينا، جبناك مسألة يعني جديدة ما راح تخرج خارجها، خير شو هي المسألة؟ قالوا: هذا يعني عمارة بن الوليد أنهت فتى في قريش، فإن يعني نريد أن نعطيك إياه خذه لك عقله وديته واجعله ابنا لك خذه، ثم أعطنا محمدا اللهم صل على سيدنا محمد نقتله فيكون رجلا برجل، أعطينا محمد وخذ أنت عمارة بن الوليد. فنظر إليهم وقال: بئس والله ما تسمونني. هذا رأي عقلاء، أنتم عقلاء، أين عقولكم؟ أنا أعطيكم ولدي تقتلونه وتعطوني ابنكم أغذوه لكم، أنا بربي لكم ابنكم وغذيه وأنتم بتأخذوا ابني تقتلونه، والله هذا ليس بالنصف. فقال المطعم ابن عدي: والله يا أبا طالب هذا يعني رأي جميل. قال: حتى أنت يا مطعم، حتى أنت يعني الأصل أنه تكون أنت أعقل من ذلك، هل ترضى أنت أن يقتل ابنك ويعطوك ابنهم؟ حين ذلك قالت قريش: يعني نحن لا نريد، أو أن أبا طالب لا يريد أن يأتيكم إلى خير أو إلى شيء مما يعني تريدونه من توقيف هذه الدعوة، فصاروا يبحثون عن طرق أخرى أنه يحاربون أتباعه أو يحاربون توجهه،
وكان قد اقترب موسم الحج، فاجتمعوا لذلك وجمعهم الوليد بن المغيرة. وكان الوليد بن المغيرة يعني سيدا فيهم، فقال لهم بهذا الاجتماع: تعالوا واجتمعوا على كلمة سواء. ما كل واحد يقول شيء. هلا نحن في موسم الحج، وسوف تأتي وفود الحجاج وقبائل العرب، فاعتمدوا على كلمة واحدة تقولونه. ما واحد يقول هذا ساحر، هذا شاعر، هذا كاهن، كذا. اعتمدوا على كلمة واحدة. فقالوا: قل أنت يا أبو إيش الوليد كان؟ قالوا: قل أنت يا أبا المغيرة، الوليد ابن المغيرة. نعم. فقال: بل قولوا أنتم وأستمع أنا. فحين ذلك قالوا: نقول كاهن. نقول كاهن. قال، رد عليهم، قال: والله لا، والله ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان، فما بزمزمة الكاهن ولا سجعه. الكاهن هو الذي يتكهن الجواب، يعني يخترعه ويظهر نفسه أنه كأنما وصل إلى شيء يعني، أو عنده علم. هذا موقع، هذه ليست كهانة، وصوت القرآن ليس كهانة. قالوا: فنقول مجنون. هذا الحل الثاني يعني، أو الاقتراح الثاني. الناس اللي بتجي على الحج نقول لهم في رجل مجنون يقول. فقال، جاوبهم الوليد ابن المغيرة: والله ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفناه، ما هو بخنقه ولا تخارجه ولا وسوسته. قالوا: فنقول شاعر. شو رأيك؟ ما مجنون، نقول شاعر، عما يأتي بأشجار جديدة وأشعار وما ذاب ذلك. قال: ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كله، رجزه وهجزه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه، فما هو والله بالشعر. إذن هلا رد، أول كلمة كاهن، ثاني كلمة شاعر، ثالث كلمة مجنون. قالوا: إذن نقول أنه ساحر. قال: ما هو بساحر، لقد رأينا السحارة وسحرهم، فما هو بنفسهم ولا عقدهم. السحرة بيجيبوا مثل الخيطان أو الحبال ويعقدونها ويقرؤون وينفثون فيها، فهذا نفس الساحر. والله ما هذا بساحر ولا بنفسهم ولا عقدهم. قالوا: فما نقول إذن؟ إذا كان يعني ما عجبك ولا اقتراح، لا مجنون ولا كاهن ولا ساحر ولا شاعر، ماذا نقول؟ قال: والله إن لقوله لحلاوة. شوفوا، هذا وصف. وصف مين؟ وصف الوليد بن المغيرة للقرآن. يعني حتى هؤلاء متأثرين ورأوا أن القرآن شيء عظيم، فقال: والله إن لقوله لحلاوة، وإن أصله لعذق، وإن فرعه لجنان. أصله شبه بالشجرة العميقة الجذور. أصل الشجرة لما تكون شجرة يعني تنبت على وجه الأرض، أي ريح تشلعها. أما أن تكون شجرة جذورها عميقة في الأرض، فنعم. وإن أصله لعذق، وإن فرعه لجنان، أي فرعه يعني مثمر. هذا قول القرآن: وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل. إيش ما تكون تقولوا بدهم يعرفوا الناس أن قولكم باطل، وقول محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق. وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا ساحر. يعني إذا كان بده نختار من الأقوال أقرب شيء، شو نقول يا سمون؟ أقرب منه نحن نقول هني. شو أقرب شيء بدنا نقوله؟ أنه ساحر. نعم، جاء بقول هو سحر.
يفرق بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه وبين المرء وزوجته وبين المرء وعشيرته، فتفرقوا عن ذلك وأجمعوا أن يقولوا لمن يأتي من وفود الحجاج أنه ساحر. نعم، هذه رواية. في رواية ثانية أنه قال لهم انتظروا علي، بعد ما قالوا هالمقالات هاي أعطوني فترة أفكر. شو اللي يفكر؟ إنه شو يقولوا، شو ماذا يقولون للناس. فغاب أيام ثم رجع فقال أنه فكر وفكر ثم خرج معه أنهم يقولون أنه ساحر. فأنزل الله سبحانه وتعالى فيه آيات، فقال سبحانه وتعالى في سورة المدثر إنه فكر وقدر. مين هو هذا؟ المغيرة، الوليد ابن المغيرة، أبا خالد الوليد ابن المغيرة. إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. ثم جاء التهديد سنصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر. إذن هذا الذي يعني وصل إليه، وأجمع على هذه الكلمة. نعم، وكان أبو لهب أشد الناس يعني تطبيقا لذلك، وكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم في مواسم الحج يلحق بالقبائل وبمجتمعاتهم ويكلمهم، وكان أبو لهب على إثره يقول لا تصدقوا هذا، هذا ساحر، هذا مجنون، لا تصدقوه، يفرق بين الأخ وأخيه، بين الابن وأبيه، وهكذا. هذا يعني الأسلوب الذي اتبعوه في كونهم يعني اللهم صل على سيدنا محمد، هذا الأسلوب الذي اتبعوه في حرب النبي صلى الله عليه وسلم وفي النيل من هذه الدعوة. يا هل ترى هل وقف هذا الأمر ها هنا؟ بل إنهم يعني أكثر من ذلك، كانوا يترصدون الذين يجيئون إلى الحج ويقفون عند الطرقات ويقولون لهم، يعني في عندنا في مكة ظهر ساحر، الساحر هذا له قول عجيب، يفرق بين الأخ وأخيه، بين الزوج وزوجته، بين الابن وأبيه، لا تتبعوه، لا تسمعوا له. من جملة ذلك يعني كانوا يأخذون أسلوب السخرية والاستهزاء بهذه الدعوة. نعم، اللهم صل على سيدنا محمد. فكانوا نعم، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. فمرة يقولون ساحر ومرة مجنون، وهذا ينقلونه إلى الناس من أجل أن يعني ينالوا من هذه الدعوة الإسلامية. نعم، فمرة قالوا مجنون، مرة قالوا كذاب، والله سبحانه وتعالى يرد عليهم. فأنزل سبحانه وتعالى وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وكانوا يشيعون هذا بين القبائل. نعم، قال سبحانه وتعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك، هني من باب يعني أن يصيبونه بالعين،
ويحسدونه على ما آتاه الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا يعني أحد الأساليب. كانوا يعني من أسلوب حرب هذه الدعوة كانوا يشوهون هذه التعاليم أو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ويصمونها بأنها أساطير الأولين. نعم، اللهم صل على سيدنا محمد. قال سبحانه وتعالى يعني ردا عليهم: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. نعم، ثم عيروه بأنه بشر، وأيضا عيروه فقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. كل ذلك من باب حرب هذه الدعوة. لما جاء الطفيل ابن عمرو الدوسي، كان جاء للعمرة، هذا من أحد الأساليب التي يعني حاربوا فيها هذه الدعوة. الطفيل ابن عمرو الدوسي من بني دوس وصل إلى مشارف مكة، فلقي مجموعة من كفار قريش، فقال: يا طفيل، إياك وإياك، إياك أن تستمع لهذا الرجل. ظهر عندنا في مكة رجل عجيب، له قول جميل يشبه السحر. هذا القول يفرق بين الولد وأبيه، بين الأخ وأخيه، بين الزوج وزوجته. إياك ثم إياك يا طفيل أن تستمع له. فما زالوا به حتى أعطاهم العهود والمواثيق على ألا يستمع إلى محمد. صلوا على سيدنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فدخل مكة، قال: حتى أوفي بوعدي، أنا وعدتهم أنه ما استمع لهم، حتى أوفي بوعدي. فأخذ الكرسف، الكرسف هو القطن، أخذ قطنا وصار يحشوه في أذنيه حتى لا يستمع إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وجلس مرة في الكعبة فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويصلي بنفس النبي صلى الله عليه وسلم. كان له مجلس، كان له مكان، ذكرت لكم أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحب أن يصلي في الجهة الجنوبية للكعبة، للجهة الجنوبية، فبصير الكعبة أمامه ووجهه إلى جهة الشمال، إذا بصير الكعبة وبيت المقدس أمامه. فالطفيل قال: ويأبى الله إلا أن يسمعني القرآن، ويأبى الله إلا أن يسمع. أنا ما بدي، هو ما بده يسمع، وحط القطن في أذني من شان ما يسمع، ولكن يأبى الله إلا أن يسمعه القرآن. فحين ذلك قال: سمعت قراءته، وحط قطن ومع ذلك سمع القراءة. فلما سمع القراءة تأثر بهذا القرآن، ثم قال: واسكل أمي. شو بقول العوام؟ العوام بقولوا: تأبرك أمك يا فلان. سكل تسكل أمه يعني تأبر يعني يموت. قال: واسكل أمي، أهكذا يفعل الطفيل بنفسه؟ هيك بيفعل بحاله، بسد أذنيه عن السماء. ثم قال: وما لك ألا تسمع، تسمع من هذا الرجل، إن كان يقول حقا فتأخذ به، وإن كان يقول باطلا فأنت لك عقل تميز بين الحق والباطل فترد عليه باطله. وعزم أن يستمع من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى صلى الله عليه وسلم وأراد أن يمشي إلى بيته، قام الطفيل وصار يتتبعه من بعيد، من شان قريش ما تنتبه لذلك، فصار يمشي وراءه من بعيد، ثم يمشي ويمشي حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته.
فقر عليه الباب. استأذن فأذن له صلى الله عليه وسلم ودخل إلى البيت. قال: أنا الطفيل ابن عمرو الدوسي، وإن قومك حدثوني عنك وأخذوا علي عهودا وأيمان ألا أستمع إليك، وأبى الله إلا أن يسمعني ما تقرأ، فمن أنت وما هذا الذي تقرأ؟ قال: أما أنا فرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أنا فرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى بعثني بالتوحيد ودين الحق، وأنزل علي قرآنا. قال: اقرأ علي هذا القرآن، سمعني. فقرأ عليه صلى الله عليه وسلم، فما انتهى صلى الله عليه وسلم من قراءته حتى قال الطفيل: كيف أدخل أنا هذا الإسلام؟ كيف أعتنقه؟ كيف أدخل؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: قبلها يعني قم هذا الماء اغتسل واشهد أن لا إله إلا الله وأشهد وتشهد أن محمد رسول الله. فقام إلى الماء. كان جو مكة جو حار، والناس معظم ثيابهم يعني مثل ثياب الإحرام، عبارة عن إزار ورداء، ما في أسهل من أن الواحد يخلع ويغتسل. فاغتسل الطفيل ثم شهد أن لا إله إلا الله، ثم ذهب إلى الكعبة يطوف ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك. نعم، لبيك لا شريك لك، لا شريك لك. هذه يعني بالنسبة لكفار قريش كبيرة، لأنهم كانوا يقولوا: لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. هذه ما قالها الطفيل، ويلك يا الطفيل أسلمت؟ فعلموا أنهم قد أسلموا. ثم إن الطفيل كأن هذا كان آخر العهد بمكة، ركب فرسه أو ناقته وانطلق إلى أهله. ولكن قبل أن ينطلق قال: يا رسول الله، أتأذن لي أن أبلغ؟ أنا بدي كمان زوجتي تسلم، أبي أسلم، قبيلتي تسلم، أتأذن لي أن أبلغ؟ قال: أذن. قال: يا رسول الله، أدعو الله، أدعو الله أن يجعل لي آية، يعطيني علامة، آية عشان الناس يصدقوني أنه أنا عم أبلغ عنها. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل له آية، اجعل له علامة. فانطلق الطفيل ابن عمرو الدوسي. قبيلة الدوس قريبة جدا من مساكن بني سعد، وين رضع النبي صلى الله عليه وسلم؟ في الجنوب. اليوم بهالأيام هي الباحة، عندها أو بعد منها بقليل هوني قبائل دوس، وهوني أيضا بني سعد. فمشى، فلما وصل قريبا من أهله، قريبا من قبيلة الدوس، وإذا بجبينه يخرج من جبينه نور مثل الشمس، جبينه صار يضيء. قال: اللهم لا تجعله في وجهي حتى لا يقولون مسلى. يعني أنت شوف، تركت عبادة الأصنام، وانظر ماذا فعل بك الصنم، هذا ساوى لك جبينك، يعني يظنونه مثل البرص أو المرض. قال: اللهم لا تجعله في جبيني حتى لا يقول مسلى. فانتقل النور إلى عصاه، العصا اللي هي شايلها يعني للناقة أو للفرس، وإذا بالعصا يعني يصير مثل، شو بدي أشبهكم إياه، مثل لمبات النيون الطويلة، نور. فوصل، فكان أول من وصل، يعني هو أول من تلقاه أبوه طفيل ابن عمر. فعمر: أهلا بابني، مشتاق له، سافر ورجع، أهلا بابني، يا مرحبا. قال: إليك عني يا أبي، لا أنا منك ولا أنت مني. لما يا طفيل؟ قال: أنا دخلت بدين محمد صلى الله عليه وسلم، دخلت بدين محمد صلى الله عليه وسلم.
ولا أريد أن أكون على دينكم وعبادة الأصنام. فحين ذلك أبوه كان عاقلا، قال يا طفيل، يعني هذا الدين ألا يمكنني أنا أن أدخل فيه؟ قال بلى. قال ديني دينك، أنا كمان بدي أصير مسلم وديني دينك، كيف أصير؟ قال اغتسل، فاغتسل، اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأسلم الأب. بعد قليل جاءت الزوجة تقول أهلا زوجي حبيبي، اشتقت لك كذا. قال إليك عني. ليه إليك عني؟ قال أنا دخلت في دين الإسلام وصار ديني دين محمد صلى الله عليه وسلم. قالت وأنا أيضا ديني دينه، وأنا أيضا ديني دينه. عليكم السلام، عليكم السلام. قالت وأنا أيضا ديني دينك، وأنا أدخل بدينك، أنت دخلت في دين الإسلام وأنا أدخل مثلك في دين الإسلام، كيف؟ قال اغتسلي، فاغتسلت، اشهدي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قالت يا طفيل، انظر هذا يعني نظر المرأة، قالت يا طفيل ألا تخاف على أولادنا من ذي الخصلة؟ ذي الخصلة اسم الصنم اللي بتعبده دوس، ألا تخاف على أولادنا من ذي الخصلة؟ قال ويلك، ما آمنت بالله؟ هذا حجر لا يضر ولا ينفع. قال إذن أخلص آمن، يعني كان خيفاني على الأولاد لا يضرن الصنم ذو الخصلة. فقالت قال ويلك، أما آمنت بالله؟ هذا حجر لا يضر ولا ينفع. قالت إذا خلص انتهينا، فدخلت في الإسلام. ثم إن الطفيل ابن عمرو الدوسي صار يعني يدعو إلى الإسلام في بني دوس، ولكن لاقى من ذلك عنادا، ما أسلم معه أحد إلا أبو زوجته، وقيل أبو هريرة من بني دوس، وقيل أبو هريرة أيضا أسلم وكتم إسلامه حتى هاجر عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بعد عام سنة أو سنتين الطفيل هيأ يعني نفسه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان قبل الهجرة بقليل. قال يا رسول الله، جئتك المرة الماضية أسلم مني، وأسلم على يديه أبوه وزوجته وفلان أبو هريرة، أنا جئتك الآن أريد منك يا رسول الله أن تدعو على دوس، قل اللهم أهلك دوس. ليه؟ ليه بده إياه يعني بده النبي صلى الله عليه وسلم يهلك دوس؟ قال يا رسول الله، أنا صار لي سنتين بدعوهم ما حد استجار وعم ينالوا مني وعم. قال يا طفيل هون عليك، ارجع إلى قومك وتأنى عليهم، ما تكون شديد. هلا هو ما لاحظته أنه بكلامه شديد، ساعة عم يحكي أبوه، قال له إليك عني. شو إليك؟ قول بالا حكته زوجته، إليك عني، أنا ديني غير ديني. فأبوك طول باله وزوجتك طولت بالها، ولكن ما كل الناس هيك. يا طفيل اذهب وتأنى على قومك وترفق بهم وادعوهم يعني بغنيها. ثم قال، كان الطفيل عنهم، يا رسول الله ادعو على دوس، اللهم اهد دوس. قال لا، اللهم اهد دوس وأت بهم مسلمين، اللهم اهد دوس وأت بهم مسلمين. وبالفعل ذهب الطفيل ابن عمرو الدوسي وصار يتأنى بدعوته وبهدوء، وإذا بدوس تسلم رجل وراء رجل وراء رجل، وهكذا حتى جاءوا بوفد عظيم مع الطفيل، ولكن هذا الوفد كان بعد الهجرة، فأسلموا ودخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. هذه يعني القصة اللي من
الطفيل ابن عم الدوسي تعطينا منهج، تعطينا منهجا في الحياة. شو منهجنا في الحياة؟ منهجنا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة، بالموعظة الحسنة، بالهدوء. فإن الهدوء يعني كما يقولون يذيب الصخر. فنحن لما نترفق بالناس وندعوهم بهدوء فهذا يجعل الناس يقبلوننا. ولما نكون شديدين، لا، الشدة لا تأتي بنتائج، بالعكس ربما تأتي بنتائج عكسية. فإذا هذا أحد يعني مثال عن قريش وكيف جابهت أو كيف أرادت أن تجابه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، من جملة المعارضة كان النضر ابن الحارث. النضر ابن الحارث هذا أسر في غزوة بدر وقتل في غزوة بدر، أسر ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بضرب عنقه فمات على الكفر. النضر ابن الحارث هذا كان يعني له أسفار، وبأسفاره مر على كسرى وزار الملك كسرى في إيوانه، ورأى يعني عظمة البناء وسعة البناء، ورأى عنده الجواهر، ورأى عنده ورأى نعم. وأيضا زار هرقل ملك الروم، ورأى عنده ما رأى أيضا وسمع من قصص فارس والروم الشيء العجيب. فلما رجع إلى مكة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام، فكان النضر بن الحارث يعارض النبي صلى الله عليه وسلم وينتظره حتى يعني يجلس مع القوم يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، فيسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول للقوم اجلسوا تعالوا، أنا عندي أحاديث أحلى من هالأحاديث هذه، تعالوا حكيكم. فيحكي لهم مما رأى في كسرى في بلاد الفرس وبلاد الروم، ويقول رأيت كذا رأيت كذا رأيت كذا، ويحكي لهم قصصا مما هب ودب كما يقولون. فكان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كان يعني هذا أقول في اللغة الحديثة الإعلام وسيلة قوية جدا من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل، والعكس بالعكس. الإعلام لما يتخذ لحرب الإسلام فعمينا له لنا عن طريق الإعلام، عمينا له من دعوتنا وعم يشوهوا صورتنا. ولما ظهر هلأ في الأخير يعني لما ظهر داعش وما حول داعش، اللهم صل على سيدنا محمد، فإن داعش شوه صورة الإسلام لمن صاروا يقتلوا يعني عشوائيا، ويحرق الرجل عشوائيا، ويقطعون رجل يعني يد رجل شبهة أنه سرق، ولكن سيدنا عمر ما قطع يد أحد في أيام المجاعة أيام الرمادة. جاء بأناس سرقوا طعاما فلم يقطع يدهم سيدنا عمر، لأنهم قطعوا لأنهم سرقوا للجوع من شدة الجوع. وكان من القصص المشهورة عن سيدنا عمر أنه كان هنالك رجل عنده عمال، أحد العمال ضبطه يعني صاحب المزرعة ضبط هذا العامل قد سرق شيء من المزرعة، فجاء إلى عمر وقال هذا شغلت عندي وسرق من مزرعتي. فقال لما سرق؟ قال يا أمير المؤمنين إني أشتغل عند هذا منذ الصباح من أذان الصبح لآخر النهار، وأنا عندي كذا كذا ولد ويعطيني أجر، والله ما يكفيني، ما بيكفيني إني أشتري طعام، فسرقت شيئا من الطعام أطعم أولادي. فالتفت عمر إلى الرجل لصاحب المزرعة قال يعني تشغله من أذان الفجر إلى آخر النهار ولا تعطيه شيئا يسد رمق أولاده؟
لأن سرق مرة أخرى لقطعت يدك يا صاحب المزرعة. أنت سرقت قبل ما أنت بتشغل أكثر. فلذلك الإسلام هذه أقول موضوع الإعلام موضوع مهم جدا في حياتنا، لأننا ينبغي أن نعطي الصورة الطيبة عن الإسلام. أما هؤلاء شوهوا سمعة الإسلام، وشوهوا يعني موضوع إقامة الحدود، وشوهوا وقتلوا على الشبهة. لذلك اللهم ردنا إليك ردا جميلا. فالنظر ابن الحارث كان يعني يتخذ هذا الأسلوب تشويه صورة الإسلام والدعوة إلى يعني الدعوة لحرب النبي صلى الله عليه وسلم والتأثير على دعوته عن طريق تشويه الصورة، ويدعو إلى تعالوا اسمعوا قصص، تعالوا اسمعوا ماذا رأيت، وتعالوا اسمعوا خرافات وما شابه ذلك. فهذا يعني وكان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تسمعوا لهذا الساحر، تعالوا واسمعوا إلى قصصي الجميلة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أن حكم عليه بالإعدام وقطع رأسه بعد أن وقع في الأسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آخر شيء يعني اتبعوه أو من الأشياء التي اتبعوها في حرب النبي صلى الله عليه وسلم أن شكلوا وفدا ودعوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد نحن جئناك بأمر يعني ما نظن إلا أنك سوف توافق عليه. شو هو الأمر؟ قالوا أنت تعبد إله ونحن نعبد إله، ولعل الإله الذي تعبده فيه خير، ولعل الإله الذي نعبده أيضا فيه خير، فهذا الإله فيه خير وهذا الإله فيه خير، فأنت تعبد إله فنحن نعبد إلهك سنة وأنت تعبد إلهنا سنة، فإن كان الخير عند الإله الذي تعبده نقول نحن أصبنا من هذا الخير، وإن كان الخير عند الإله الذي نحن نعبده تكون أنت أصبت من هذا الخير. شو رأيك؟ أنت تعبد إلهنا سنة ونحن نعبد إلهك سنة، فماذا؟ فنزل قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فهكذا. ونزل أيضا قوله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون. لو تلين يعني بياخذوا كان ممكن يوافقوا وما يصير حرف وانت معاهم هكذا، ولكن لا، الإسلام لا يقبل هذا. فالإسلام دين حر لا يقبل هذه الشركيات، ولا يقبل أن يكون أنصاف حلول نص مسلم ونص كافر، ما ينجح. فلذلك هذا يعني فلما يعني قريش وجدت أن هذا لم يجدي وهذا فانقلبت إلى موضوع الإيذاء الجسدي والتعذيب، التعذيب الذي يعني لا يوصف، التعذيب الذي استخدمت فيه كل ما تستطيع أن تملك في ذلك الوقت من أنواع العذاب. وإذا كان اليوم يعني التعذيب يتم بسجون مغلقة ومن وراء جدر، فهنالك كان التعذيب أمام الناس على أعين الناس. فمن الذين عذبوا ياسر لابن عمار وزوجته سمية. لما أسلم عمار كان من الأوائل وأسلم على يد أبي بكر الصديق، فذهب عمار إلى بيته وما زال بليل وحيد ما زال بأبيه وأمه حتى ما يعني أشرق الفجر إلا وقد أسلم ياسر
وأسلمت سمية له أم عمار رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هنا لنا موقف، ليه عزب يعني ياسر؟ ياسر ما له قبيلة، ما له ناس تحمي؟ لا، ياسر بالأصل من اليمن وجاء إلى مكة مع ثلاث إخوة قد ضيعوا أخا لهم، فجاءوا يبحثون عنه. فلما وصلوا إلى مكة وسألوا موسم الحج، هل رأيتم لنا شاب هكذا صفاته هكذا هكذا؟ فحين ذلك يعني ما وجدوا له أثرا. فلما انتهى موسم الحج وبدأ الناس بالعودة إلى ديارهم، حين ذلك ياسر تعلق قلبه بمكة وقال لإخوته: أنتم تريدون أن تعودوا بي إلى اليمن؟ والله أنا عشقت مكة وعشقت العيشة في جوار هذا البيت، بيت الله الحرام. فقالوا له: يا أخي أنت تعيش هنا، ولكن هنا يعني الإنسان الذي ليس له قوة ما حد يحميه، أنت بدك قوة تحميه. فسمع هذا الكلام أبو جهل وهو من بني مخزوم، فقال: يا ياسر، إن شئت أن تبقى في مكة فأنت في جواري، وأنت رجل من بني مخزوم، أنت بحماية بني مخزوم. فالتفت إلى أخوتي وقال: ما رأيكم؟ قالوا: إن كنت بحماية بني مخزوم فتوكل على الله. فبقي، ولكن بقي يعني لصيق، ما نو ذلك الرجل الذي له قوة، وكان يعني قريبا من عيشة العبودية، ليس عبدا ولكن هكذا. فاستخدمه أبو جهل كأنه عبدا عنده وهو راض بذلك. ثم زوجه من سمية أيضا أمة عنده، فأنجب منها عمار. ولما صار عمار يعني بحدود أول الشباب يعني 14-15 سنة، أسلم وأسلمت أمه وأسلم أباه، وصارت أول أسرة مسلمة. وهكذا أيضا أقول للشباب، الإنسان تعلم مسألة يا شباب يعني ينبغي له أن يبلغها، ينبغي له أن ينقلها. أقل الدرجات أنه يقول لأهله لإخواته في البيت لإخوته في البيت: نحن اليوم سمعنا قصة. ما هي؟ شو قصة إيش سمعنا اليوم يا شو اسمك أنت؟ أنت الأخرى هني، شو اسمك؟ أمه. إيه، شو سمعنا قصة إيش اليوم؟ دليس هيك دليس. ها؟ قصة طفيل. إيه مثلاً سمعنا قصة طفيل، وقصة طفيل من أجمل القصص اللي يعني. فالإنسان يذهب إلى أهله إلى أمه يرويها في البيت. سمعنا قصة إسلام عمار وأمي وأبي وهكذا. عمار أسلم ما توقف، نفس الليلة ما زال بأبيه وأمي يقول لهم: هذه الأصنام حجار لا تضر ولا تنفع، نحن ينبغي أن نعبد الإله الواحد الأحد الذي خلقنا الذي أعطانا الذي يحيينا الذي يميتنا، هذا الإسلام. ينبغي لنا أن نكون على يقين بأننا مسلمين وأن ربنا الله وأن الله على كل شيء قدير، هذه المعاني التي ينبغي أن نحيا بها. فلما أسلم عمار وأسلم والده ياسر وأسلمت سمية، وإذا بأبي جهل يعني انقلب عليهم وصب عليهم من العذاب الشيء الذي لا يصب. كان يعني يضعهم على خشبة مثل الصليب ويضربونهم بالسيار ويتركونهم في حر الظهيرة. ثم إنه يعني انقلب إلى شيء آخر، بأنه جاءوا بسمية وشبحوها. تعرفوا شو معنى شبحوها؟ شبحوها أي وضعوها على الأرض وشدوا يديها ورجليها بالأوتاد، يربطون اليد ويدقون وتد من هنا وتد من هنا وكذلك الرجلتين. ثم إن أبا جهل بعد ما ضربوها بالسياط وهي ترفض أن تشرك بالله عز وجل، جاء أبو جهل
شغلتنا شوي بتحبون وشوي بتشيلون، خلينا لبعدين الله يرضى عليك. ايه خلص هو فاللهم صل على سيدنا محمد. جاء أبو جهل بالرمح وطعنها في أسفل بطنها، فكانت هي أول شهيدة في الإسلام، ثم طعن زوجها فقتل وهو مصلوب، ثم جيء بعمار. عمار بن ياسر يا شباب، يعني نحن لا نستطيع أن نتصور هذا العذاب. كانوا يأتون بدرع من الحديد، تعرفوا الدرع اللي بيلبسوه على أيام الحرب، وهذا الدرع ما كان له داخلي، يعني كان كله حديد، من برا حديد من جوا حديد، وكانوا يلبسونه الدرع من دون ثوب، يخلعون الثوب عنه أو الرداء ويضعون الدرع على صدره، ثم يربطونه ويضعونه بالشمس. ماذا يحدث؟ أنتوا تخيلوا إنه اليوم السيارة إذا كانت بالشمس الواحد ما بيستطيع يعني يمسك إيد السيارة مشان يفتح الباب، إيد الباب، فما بالك إذا كان حر مكة تصل الحرارة أكثر من 50 درجة مئوية، والدرع ينقلب إلى مثل جهنم، ويشوى شويا، ويأتون بشيء من الماء ويصبونه بين الدرع وبين جسمه، فحتى الماء يصير يغلي غليا، اللهم تب علينا. فما زالوا به حتى أعطاهم ما يريدون، فقالوا اكفر بمحمد، ففعل، نال واشتم، ففعل. فحين ذلك تركوه، فانتظر حتى المساء، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، يقول ما وراءك يا عمه؟ قال والله يا رسول الله ما زالوا بي حتى نلت منك، ما زالوا بي يضربونني يعذبونني يحرقونني حتى نلت منك. فقلت مثل ما بدهم. فقال كيف تجد قلبك يا عمه؟ قلبك أنت حكيت بلسانك، ولكن قلبك كيف؟ قال والله يا رسول الله إنه لمطمئن بالإيمان، والله يا رسول الله إنه لمطمئن بالإيمان. فحين ذلك قال له صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد، إذا ردوا سحبوك بدون يعذبوك قل له اتركوني، أنا ما قلت لكم خلص، يعني تركت هذه المسألة أو تركت الإسلام. فلذا قال هذا، إذن المسألة مسألة القلب، كيف تجد قلبك؟ قال والله يا رسول الله إنه لمطمئن بالإيمان. فهذه يعني إحدى الحالات من العذاب. سنتكلم إن شاء الله، الآن وصلنا إلى موضوع الاضطهاد والعذاب الذي صب على المسلمين الأوائل. كانوا يعني الرجل الذي عظيم في مكة كان مثل أبو بكر ومثل عثمان ومثل هؤلاء، كانوا يوبخونهم ويقولون لهم يعني لنكسدن تجارتك، ما بدنا نبيعك ولا بدنا نشتري منها، وأنت رجل نسفح أحلامك نسفح عقلك، وين عقلك لحتى تترك آلهتك وآلهتك؟ فكانوا الكبير والقوي يسفهونه ويهددونه بالاقتصاد وبالمال، وأما الضعيف فانصبوا على الضعفاء في أنواع من العذاب، لعلنا نتكلم عنها إن شاء الله في درسنا القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يقبلنا وأن يتوب علينا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك السعداء، ولا تضلنا بعد الهدى، ولا تسلط علينا بذنوبنا من اعتدى. اللهم يا غفار اغفر لنا، يا رحمن ارحمنا، يا تواب تب علينا، يا أكرم الأكرمين أكرمنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والحمد لله رب العالمين.